الله أوقاتكم بألف خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مثقفات. سجلت المرأة في القطاع الصحي إنجازات كبيرة على المستوى الوطني، إلى أن بات دورها رياديا في هذا القطاع من خلال ما تقوم به من دور فاعل أسهم في تعزيز الخدمات الصحية والعلاجية. ولذلك سنسلط الضوء في هذه الحلقة على عمل المرأة في القطاع الصحي مع ضيفتنا السيدة زينب بنت الشيخ يبا، أستاذة تقنيات صحة في المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم أستاذة عائشة، مرحبا في قناة ثقافي. أهلا وسهلا، شرف كبير تعود ضيفتنا. السيدة زينب بنت الشيخ يبا، كيف ترين حضور المرأة في القطاع الصحي؟ شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. دور المرأة في القطاع الصحي يجب أن نميز بين دور حضورها في حضورها كفاعلة في صنع القرار، وحضورها كفني يعمل في المؤسسات الاستشفائية داخل البلد. من جانب حضورها كفاعل في سياسة صنع القرار في القطاع، نعتبر اليوم على انه لا بأس به مقارنة مع القطاعات الأخرى. ذاك عندنا أمينة عامة شابة مرأة في الوزارة، وعندنا مديرات من ضمنهم مديرة عامة من بين ثلاث مدراء في وزارة الصحة، وعندنا عديد من المديرات الإدارات الإدارية والمؤسسات الاستشفائية، وفم حضورها كفنية داخل المؤسسات الاستشفائية. وذاكي تعرفوا على التمريض تحتل فيه المرأة المكانة الكبرى، لأن الممرضات الحمد لله أعداد كبيرة الحمد لله داخل البلد، وكذلك قابلات النساء، وهناك حضور ملفت ومبشر ومطمئن على المرأة في جانب الطب العام، وكذلك في تخصص جميع التخصصات الأخرى. شنو أكثر التخصصات اللي تواجد فيها المرأة في القطاع الصحي؟ أكثر تخصصات كيف قلت لك جانب التمريض. جانب التمريض إذا قلت لك عنه 90% منه نساء، نعود ما بالغنا، يا غير مولي عادة المرأة منذ تاري تزاحم أخوها الرجل في تخصصات أخرى كانت بعيدة عنها المرأة. وإضافة إلى ذلك كانت هناك تخصصات حكرا على الرجال. ما في تخصصات حكر على الرجال، يا غير عدم وجود كلية كانت عندنا للطب، وعمل ونظرة المجتمع لسفر المرأة، لأن الطب تعرف أنه كان يدرس من قبل أبدا المرأة تمشي، نتيجة على ما كانت عندنا كلية، يقعد ذاك كان عقبة للمرأة الطموحة اللي تبقي تخوض المجال. واليوم الحمد لله عندنا كلية للطب، ذاك الحمد لله يساعد، وفم مولي الحمد لله عندنا عديد مدارس التمريضية من ما زاد من فرص المرأة في التخصصات كاملة. السيدة زينب، قلة النساء في القطاع الصحي ماذا كان يرجع لأسباب اجتماعية أكثر من أسباب ثانية؟ قلة المرأة في قطاع الصحة ترجع العديد من الأسباب، ترجع على أنه أولا قطاع ثقيل ما هو كيف القطاعات الأخرى، لأنه يالتو جهة اللي أمرها مقتنعة بهذا المجال بلي وما هو سياحة ولا هو مجال صعب، حتى جهة اللي أمرها عندها الإرادة وتعرف على أنها وقتها ما هو ملكها، وتعرف على أنها مسؤولية كبيرة، وعلى أنها صعب على كل امرأة تشرك بين الأسرة وجانب الأسر وجانب المهني خصوصا في قطاع الصحة. ونظرة المجتمع مولي لا مازلنا فهم عقبات، فهم شي نقول أنا عنه من رواسب ذيك الآثار السلبية لدى المجتمع. كي تعرفي يعني ياسر من العليات ما يتخطى الإعدادية مثلا، ما يتخطى إلا قرات قاع واحدة تلحق المستوى الثانوي، بالتالي تعود بعيدة من مجال الطب وبعيدة من مجال التمريض. وزيادة على ذاك علن الطب والتمريض علنهم عمل صعب صعب صعب، ما هو كل مرة تقدر تخلطهم مع مسؤوليات البيت والمسؤوليات الحياتية الأخرى.
من درا شمواس يعني ثقة المجتمع اليوم في النساء العاملات في القطاع الصحي بصفة عامة، سواء ممرضة سواء طبيبات سواء متخصصات سواء عاملات في المختبر، ثقة المجتمع؟ شفتي هذا السؤال يصعب على الإجابة عليه، لأنه يعتبر لا بد له قاع من 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 دراسة علمية تستنتج من خلالها رجال تعود معدلة على 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 القطاع على المجتمع حول نظرته للمرأة. يغير نقول على إن كان اليوم المريض نيت جي امرأة والله يجي راجل كان نفس الشيء عنده والله فرق يقول نو هذه امرأة. لا شفتي كي قلت لك ما قد نقول لك شيء ما هو مبني على على دراسة علمية معينة، ما قد حد يتبناه ولا يقولوا. يا غير بعد من وجهة نظري انا على ذا اللي فتنا شاهدنا كامل خصوصا على مستوى الوطن، على الاداء النسوي دائما ناجح، وذاك دائماً اللي يكسب ثقة الزائر وثقة رواد المستشفيات والخدمات. تسير المرأة متميز على مستوى تسير الإداري وعلى مستوى مولي الخدمات، خصوصا على المرأة تقدر تعود الجانب العاطفة اللي عاطيها موليانا والحنان اللي حذابي، لأن ذاك ينعكس على أدائها العلاجي ولأدائها حتى الحقن كل الرجال يختار تعطي حقن على الراجل. على الراجل طبعا به اللي كي قلت لك على النساء يطلع عليه عامل حنان المرأة وعاطفة المرأة أكثر، ما فيه قطعا عن أخوتنا الرجال ما هم يختلفوا معنا على ذاك تتميز به المرأة عن الراجل. هل أثبتت المرأة قدراتها ونجاحها في القطاع الصحي اليوم؟ أرى على أنها أثبتت شفتي كي قلت لك قبيل نرجع نقول لك عن القطاع الصحي، على أنه عمل شاق وعلى أنه عمل ما هو له وعمل مولاته وقتها ما هو له، ومنين تعود مربية وسيدة مجتمع عندها النشأ وعندها العائلة الصغيرة وتعود لها تخلط معاه عملها هذا أراني على أنه من النجاح اللي ينكسب للمرأة. خصوصا على دائما اوقات الدوام دائما تبعد في الليل دائما طويله، طبعا خصوصا على انك تمشي لمراه وتبات اللي ما هي في نزهه تبات عينها حمراء وتبات مراقب انين المرضى واحتياج المرضى ومعاناه المرضى اللي بحد ذاتها بعد قاع جو صعيب شوي. معناها عني ارى على ان المراه في قطاع الصحه على انها بالنسبه لي ناجحه. بما انك صاحبة تجربه متميزه بدايه مشوارك انشغلتي بالطب، اختارك تتكلمي لنا عنك التجربه اللي طيتي في مجال الطب وش الخبرات اللي اكتسبتي منها وتعاملك مع المرضى. شكرا. انا تجربتي تجربه تمريضيه. جيت لمجال التمريض بقناعه كبيره وميول سبحان الله ورغبه وحب لهذه المهنه بل قاع عشق لها. وكانت تجربتي الأولى بدأت هون في مصلحة تعتبر وحدة في مصلحة تعتبر من أصعب مصالح المستشفيات، هي وحدة إنعاش الأطفال في قسم الأطفال في المستشفى الوطني. وقطعاً عنها تجربة كانت غنية على أني شتغلت مع أخصائيين وأطباء عامين وممرضين وسهرنا ياسر من السهر وتعبنا ياسر من التعب لكن سبحان الله ذاك التعب على انه تعقبوا البسمه وتعقبوا الفرح منين تشوفي الشير كان عندك معاناه وتشوفي اهله سعداء على انه خاض بالمستشفى وترتاحي انت للخدمه اللي تعدلي وتشوفي الشير على انه عاد في تحسن. ذاك التعب كامل ذيك الاهانه توقد عنك. وعاقب ذاك من بعد تخصصي في تمريض الاطفال عدلت القبالة وفعلا بقناعه مولي مني. والقبالة كي تعرف على انها مهنه متعبه حتى متابعه الحوامل والولاده مسؤوليه كبيره بذاتها والسهر عليها وعلى انك وقتك ما هو لك اي وقت ممكن انك تطيحي راسك لا ترقدي تجيك مراه عندها مشاكل صحيه والله يتلفن لك الطب والله تلفن لك قريبه لك به اللي القابله هذه ما هي اللي ذاك الطب اللي تشتغل فيه القابله الختها والجارتها والصاحبتها والعاملة معاها والجيران والمحيط والمسمى وفلانة راهي تتألق وفلانة راهي عندها مشاكل وفلانة ولا هم اللي راقا جيتي معنى انت قستوا فاهم الشقلة في الدار تعرفش عندي تعبانة ليه ترقدي تخرق لي عندي الدار تجيب لهم مرضى عندي او كان عرف ليلى كانت صعيبة علي كنت طالعة
وجيت مع الصباح للدار لهنا. قلت وجيت بعدني ما جيت بهدي الفريق اللي كان يلا ينقزني، جيت اخر من اللي هو نتيجه زميلات عندي ونتيجه الناقل ظروف سيركيلاسيون في العاصمه كي تعرفي تاخروا ما جاوني، جيت للدار زاني ما عندهم انا دخلوني رقد كيف اني رقدت. هي واحده من الجيران تكر قالوا لها فلانه مكينها طرحت راسها، قالت لهم فلانه اللي تبرا ولاد قد تمشي ما معها فلانه. واول بكريه اول ولاده لهم مشيت معاهم شورى المستشفى، ومنين جيت المستشفى بعدين الولاده ما خلقت ما هو مع المغرب. رجعت للدار اللي هو زميل عندي وخرج عيني اعلنوا عنده قريبه، قالت انها ما يرافقها ما هو امراه هي فطعيه نسائيه وهو راح ما خلقت. هذا موقف ما ننساه. عاقب القبالي عدلت الاداره شوي، سيرت بعض من 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 مصالح، كنت رئيسه مصلحه للوقايه والسلامه الصحيه على المستوى الجهوي، ومن ثم هون سيرت كنت مراقبه عامه لمصلحه تعتبر من اكبر مصالح المستشفى الوطني للاستشارات الخارجيه. وعقب ذاك توجهت لتخصص البيداغوجي اللي هو تقنيات الصحه بالمدرسه الوطنيه العليا للمصحة. شنو هي بدايتك تعاون الاهل معك؟ البدايه عندك قررتي تدخلي المجال؟ بداية تعامل الأهل بالنسبة لهم أنا حرة في قراراتي المهنية والتعليمية اللي أعلني بعد الوالدة كانت طموحها على أني أكمل مساري الدراسي كامل سابق الولوج للعمل والمهني، يا غير اللي عقب تلبيت هذيك الرغبة عدلت جانب التمريض وكملت ما قطعني ذاك من الدراسه، كملت لين عدلت مساري الجامعي الحمد لله وحصلت على شهادات جامعيه الحمد لله ودرجت مولي في تخصصي المهني. انت عندك تجربه، انت ناشطه سياسيه، من رايك كان قد يخلط السياسه ومجال الصحه؟ كان قد يخلط؟ اصلي قد يخلط. وشفتي انا بالنسبه لي المراه ما صعيب عليها شيء. على المرأة قادرة، خصوصا المرأة الموريتانية نحن قادرات على ذلك كامل، اللي تعودية مسلحة بالإرادة وعندها الطموح، منين تعودية طموحة وشايفة راسها في مجال من المجالات ما سي عنها تقدر اللي تعدل. أنا أرى نشوف راسي في السياسة، تربيت في بيت والدي سياسي قد يعود ذاك أثر علي شوي محيطي العائلي لأني من أسرة سياسية، والدي رجل سياسي وكنت زينين عندي مجالس السياسة وشدوني حتى وشدوني البرامج السياسية ونبقي تمكين المرأة ومناصرتها والدفاع عنها وما سي عن المرأة يلا توصل لأماكن صنع القرار كاملة وتعود موجودة في جميع القطاعات وجميع المجالات واللي أهم منها طبعا السياسة. ولا نشوف عن فم علن فم عائق بين الجانب التمريضي والجانب الطبي والجانب السياسي ولا جانب النقابي. انا من في حزب مستشارة رئيسة اللجنة الوطنية للنساء، حزب من اكبر احزابنا الوطنية الاتحاد من اجل الجمهورية، ونقابية أمينة تنفيذية للمرأة، تنسيقية نقابية من أكبر تنسيقيات نقابات الصحة الاتحاد العام للعمل والصحة. وما سي عندها اللي يقدر يخلطوا على أنه اللي ما فيه اللي براني إلى الآخر، على أنه مسار واحد خدمة المرأة ومناصرة المرأة والدفاع عن المرأة وعن حقوقها وبالتالي ما سي عن المرأة كاملة حيث هي أنها تعود عندها بصمة في ذا المجتمع اللي هي. ما رايك بمستوى الوعي الصحي لدى المراه؟ شنو تقييمك له؟ تقييمي له شفتي هذا السؤال كي سؤال قبيل هنا نرجع له قلت لي التقييم انا بالنسبه لي دائما ينتج لا عن دراسات علميه ذاك هو اللي المنطقي هو اللي صحيح قد يقبل حد منه جواب صحيح. يا غير حسب وجهه نظري انا على ان المراه اكثر وعي على ان المراه لباس تخطات مراحل يا غير بالمقارنه مع اخوها الراجل نقول عن المراه الوعي
بمقارنه مع راجع لان مثل منها وعي الراجع يقعد ذاك يرجع لعدم تمدرسه وزواج مبكر وياسر من العادات اللي متراكمه من مخالفات عوائد مجتمعنا اللي كل منها ما هي قبال لا زالت في المجتمع ظواهر ومسلكيات غير صحيه زي قلتي كيف الزواج المبكر كيف قضيه الختان كيف تحديد النسب ومراته كامله كيف الافراط المراه في استخدام المواد التجميل غير طبيعيه الكيميائيه كامله نحتاج تتكلمين عن هاي الظواهر السيئه صحيح مسلكيات صحيح هذه قطعا عنها مسلكيات سيئه غير تحديد النسل انا قاعد ما نعتبر عن عندنا تحديد النسل نعتبر عن عندنا تباعد الولادات والله التنظيم الاسري والزواج المبكر والله اللي عاده سيئه عاده سيئه ويجب علينا نحاربها كاملين تحاربها الدوله ويحاربها المجتمع ويحاربها العلايات اللي فاعلات والمتخصصات في المجالات كامله ولأن بعيد حتى من الأسابيع الماضية كان في تخليد اليوم العالمي للختان العادة اللي تكلمتي عنها اللي طرقة الوزيرة أنشطتها من داخل البلاد عادة مشينة وعادة مميتة قاع للمرأة للفتاة للبنت عملية الختان هي كي تعرفوا كاملين على أنها مميتة ومرأة طفلة جاءت منها بقدرة مولانا لهي تلاحقها أضرارها فيما بعد مخلفاتها فيما بعد منين تعود عادة امرأة مخلفاتها تعيق ياسر من المجالات الصحية لدى المرأة البنت فيما بعد تعود امرأة عندها المشكلة جانب المواد الكيميائية والله اللي منتشرة للأسف بصيفة كبيرة في أوساط النساء وهي بعد قاعد أبسط شيء فيه على أنها من مسببات سرطانات الجلد ومسببات الانتانات الجلدية اللي نعوذ بالله ما توفى وضعف المناعة وعاقب ذا قاع شوية هي من الفاسة مشينا ورا قاع تمي دور الجمال لين يتغير ما ظهر وتغير جدا من رأيك كان عندكم حملات إعلانية تعدلوا تحاربوا به هذا المود أظن برنامج للصحة كان عندكم والله فهم برامج للدولة قطاع الصحة تتمحور بهذا الأساس شفتي الموضوع النقطة الأولى اللي قلتي اللي هي تباعد الولادات والله فهم برنامج كبير برنامج يتعلق بالمرأة والطفل وهذا هدف من أولوياته والختان كي قلت لك علينا مخلدين اليوم والدولي يوم وهذا أنا عارف فهم استراتيجيات وفهم حملات توعوية على مستوى الوزارة المكلفة بالقطاع وعلى مستوى مولي طبيبات تشوفي اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي انهم طبيبات اخصائيات وهم طبيبات عام وهم ممرضات يعدلوا مبادرات شخصية من اجل الحث وتوعية المجتمع والمرأة خصوصا بذيك المسلكيات الضارة وذيك العادات المشينة اهم شيء في الصحة هو الصحة النفسية كيف تحافظ المرأة اليوم على صحتها النفسية زين الصحه النفسيه طبعا عن هي اساس كل شيء بيلي حد قاع ما هو صحيح نفسيا ما هو صحه تنقال الجانب النفسي به اللي منظمه الصحه العالميه تعتبر ان الصحه بها العامل للصحه البدنيه والصحه النفسيه يجب على المراه اولا وجهه نظري على ان تمكين المراه تعلم المراه وتكوين المرأة على أنه مساعد للمرأة ثقافتها مساعد لتعود عندها تكسب ثقافات ومعارف ثقافة ومعارف تبني نفسيتها هي وتكونها وعلى أنه مالي الابتعاد عن الزواج المبكر على أنه اليامن اللي يقوي المرأة اللي الأسرة كي تعرفي متاعبها اللي نفسية أكثر نفسية وتعدل الضغط متعب نفسيه يجيب متعب الضغط النفسي وبالتالي ذاك ينعكس على صحة المرأة ما دامت المرأة تزوج بالسن اللي عادت فيه تتم نضجها بعد قاع نموها بعد قاع الصحي ونموها العقلي والفكري وتعود قابله على انها تبني اسره وتربي نشء وتعود عقب ذاك مسلحه بالمعرفه والمعارف وبالثقافه لكن لا من اللي بعد عن هذه كل المشاكل النفسيه بقدره ولا المراه والطفل هم اكثر احتياج للصحه
من رأيك شنو رأيك اليوم بالخدمة الرعاية مستوى الرعاية الصحية المقدمة للأم والطفل اليوم على مستوى الدولة؟ على المستوى الوطني زين. كي قلت لك عن فهم برامج خاصة تستهدف الليل أم والطفل، ومن هذا السؤال الشيط بهذه الفرفيل عندنا اللي هي التكلفة الجزافية اللي عدلت وزارتنا اللي متمثلة في متابعة المرأة حكما انها ما تخلص متابعة الحمل من بدايته إلين الولادة ورعاية المرأة ورعايتها ما بعد الولادة، هذا تقريبا يعود 3000 وقية، كانت 5000 قديم. رجعت باستراتيجية الوزارة الحالية إلين 3000 وقية، وجميع نقاط جميع المراكز الإدارية والقريات والولايات والمدن الداخلية كلها فيها يا إما مستشفى والله اثنين ويا إما مستوصف يا إما نقطة صحية، بالتالي رعاية الأم والطفل موجودة في كل نقطة من البلاد، والدولة راصدة لها ميزانية كبيرة وجهود كبيرة وفيها قدر من الأخصائيين والقابلات اللي مقتدرين، وبالتالي أرى على أن الخدمة اللي موجهة لها رعاية الأم والطفل. قال نختار قوس شوي نقول لك عن رعاية الأم والطفل، راهي ما هي لا تتعلق بالحمل والولادة، رعاية الطفل تبدأ من اللحظة الأولى من دخوله رحم الأم به اللي ذوك المتابعات اللي تعدى للمرأة داخل المستشفى الصحي مهمة لنمو الجنين، لنمو متكامل، وديك التغذية اللي تقبل وك النصائح والإرشادات اللي لها تعطيها القابلة ولا الطبيبة ولا الطبيب اللي لها تلجئ له تساعد في نمو الشير ونمو هي، كي تعرفي على أن الحمل مولاته معرضة لعديد الأمراض كيف ارتفاع الضغط وكيف ارتفاع السكري، وبالتالي امرأة متابعة وتعدل الزيارات اللي يا الله والمطلوبة وفوقاتها وتحترمها اللي هي تبعد من كل مخاطر وتجنبهم مع قدرة مولانا. وعقب ذاك الوليد فهم البرنامج الوطني الموسع للتلقيح لحماية أطفالنا من الأمراض المميتة والمعيقة، هذا يدخل كامل في رعاية صحة الأم والطفل. حسب الدراسات الأخيرة قالوا عن أكثر خطر صحي يهدد المرأة هو مرض السرطان، هو أكبر خطر اليوم موجود بالنسبة للمستوى الوطني. صحيح. إيش رأيك؟ صحيح، ما هو قاعد على مستوى إحنا الوطني هذا بصفة عالمية، عندنا سرطان للأسف سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، هذا من السرطانات اللي مخيفة واللي صامتة واللي لابد لهم من التثقيف والتوعية وتحسيس المرأة والفتيات خصوصا على خطورتهم وعلى أنهم يبحث عنهم واكتشافهم مبكر، على أنه عنده قيمة كبرى في تسريع العلاج وعنده قيمة كبرى في الشفاء مع مولانا. عندنا هون دخلت الدولة في استراتيجيات وزارة الصحة ترقيح سرطان عنق الرحم عند نظرك، ومنين نقوله سرطان عنق الرحم معناها عنا نحث طبقة المجتمع اللي هي النسائية منها وخصوصا الفئة العمرية ما بين 14 سنة إلى 44 سنة تقريبا، هي الفئة الأكثر، هذه هي الفئة اللي منصوصة اللي هذا مستهدف. 14 سنة هي سن بلوغ الفتاة، و44 سنة هي سن اللي أنا ما نقولها ما هو فالي سن اللي أسبيل اللي سن لا، لكن المتعدل كامل ومولاتها تعود عادة الأمل وذاك الزين كامل، يعني أن هيك الفتيات اللي تبدأ من 14 سنة عنها يلا تتعود عندها مراقبة خصوصا كشف الثدي اللي فهم تمارين تعدل تشوف الفتيات منهم لعاد حاسب وريمة ولا خريج والله أي شيء يلاحظ ما هو طبيعي على ثديها تراجع به المركز والله النقطة الصحية اللي حدها، وعن سرطانات مريء عنق الرحم على أنه يعدلهم مسح تشوف من خلال المرأة إن كان فهم داعي لأنها يكتشف ذا في البداية، والعاد ما فهمش مالي تطمئن هي عن ما فهمش. وكي قلت لك عن أدراج الوقاح جديد في منظومتنا الصحية هو لقاح سرطان عنق الرحم، عاذنا الله إن شاء الله جميعا. شنو رأيك مستوى القابلات اليوم، شنو تقييمك لهم؟
تقييمي انا قاعد اكلمي عن القابليات ننوه فيهم اللي نقول عنهم كم تقييمي القابليات نقول عنهم على مستوى جيد من الكفاءة والقدرة نتيجة نصل تكوينهم التكوينهم هذا على مستوى شبه المنطقة اللي احنا فيها وعلى مستوى الدورات والزملاء اللي جبروا من الدول المجاورة نعتبروا رأسنا اللي من دراي كان فيهم دورات تكوينية مستمرة نعتبر عنا اللي من أشبه نظراتنا في شبه المنطقة نتيجة التكوين المتميز وشيد بجهود أساتذتنا في مدارس الصحة اللي موجودة عندنا ونتيجة مولي لطموح القابليات عندنا ونظرتهم للتقدم مهنة القبالة علمها يلا العلم كي تعرفي متطور خصوصا العلم الطب الصحي علمهم في تعليم مستمر وفي تكوين مستمر الحمد لله وفي مدورات تكوينية تخرج وراضي عن المستوى القابلة لي. شن هي التحديات اللي تواجه النساء العاملات في القطاع الصحي اليوم؟ ياسر المرأة في قطاع الصحي تواجه عدة مشاكل تحديات من أبرز هنا نرجع شوي على هيمنة الرجل على أماكن صنع القرار للأسف يجب على المرأة تشارك في أماكن صنع القرار ما دامت المرأة مغيبة عن أماكن القرار وبعيدة منه أرى على أن لا يتم اللافم دقاعس للنساء تعيقها كذلك نظرة المجتمع لها نظرة المجتمع اللي ينظر للمرأة ويقال للراجل انت المرأة لا ماشت تطلع الوقت تبقى تطلع وتبات نعوذ بالله قيدها الدوام دائما الوقت طويل في مجال الدوام طويل وقيدها هم لهذه المدنية والعولمة اليوم بهدي نحن أصلا الخيمة وتركت ربيهم جداتهم وخالتهم وعمتهم وربيهم جارهم باطقع بلي الخيام من فتحة واليوم الدار مقفولة عندك شيء من التركة من ما تعود انت عندك الإرادة وجاد عليك ذا الواحدة فيه صعيب عليك على انك وناظرة المجتمع لك ذا كامل من التراكمات يواجهك من ما تعودي قوية والرواية جادة عليك مقتنعة بها لا تعودي إلا مهب الريح بالنسبة لي أنا أرى أعلن هذا اللي من التحديات كي قلت لك عامل أعلن المرأة ما مشاركة في صنع القرار وعامل نظرة المجتمع لها يا للأسف أنا ما زال فمشي من ذوك الرواسب اللي باقية في شنو نصيحتك اللي تختاري توجهي للفتيات اللي يختاروا يدخلوا مجال الصحة نصيحتي الأولى للفتيات علن نقولهم أنهم أولاً بعد قاعد يكملوا تعليم علن التعليم هو الرهان في الحاضر اليوم وعلن المرأة المتعلمة علنها عندها سلاح قوي وعلنها منهم قاعدة تكمل تواصل تعليم علنها تعلم ومنهم هم اللي خطرت علنها تعدل تتوجه لهذا القطاع على أن نقولهم عن قطاع الصحة على أنه قطاع ما هو مفروش بالورود وعلى أنه ما هو قطاع نزهة ولا هو قطاع سياحة بالعكس على أنه قطاع تحدي وقطاع متاعب والمردودية المادية هم اللي هون لا متبركة معناها على أنه مولات وجهة لا واحدة مقتنعة به ومنهم شافت فيه انفسها وشافت فيه ذاتها نقولها على أنه يبارك لها فيه وعلى أنه عمل نبيل لأن التمريض والقبالة والطب لأنهم عمل نبيل لأنهم عمل نبيل وعمل شريف وعلنهم ما نماسي عنهم منا من الله منهم حد تخصص فيهم لأنه لا توفيق من الله ولأن فيها ياسر من الراحة النفسية حد يقدم الخدمة الإنسانية مريض كان يعاني ويبرع على يدك مريض شفتيه كان يتألم وتشوفيه باسم علن هذا بالنسبة لي منتهى السعادة وأنا أشوف علن أرى علن التمريض والقبالة والطب علنهم من أنبل الأعمال اللي قد حد يزاو زينب وأنت الشيخ يبوى شكرا لك كنت ضيفة عزيزة معنا برنامج مثقفة شكرا لك وشكرا للقناة الثقافية مشاهدينا الكرام إلى هنا تنتهي حلقة برنامج مثقفات شكرا للمتابعة وإلى اللقاء